تساعد في تعرف الولادة انبهرت جدا، قالت انا ما شفتش كده ابدا، محاوله تقرب ليها يعني زي الكهرباء او كده، فشهدت. فكانت سالون احدى شهود الميلاد المعجزي العجائبي. بعد ابي الصغار وحنا بنت فلوئيل، ناخد بقى ايه الاقارب. يعني جايز ام يوحنا ويعقوب قرايب بالجسد السيد المسيح، والدليل ان الفرح اللي حضروه في عرس كان الكبير كان موجود يوحنا، كانت موجوده الست العذراء جوه، وكمان ليهم دال على المسيح بحيث ان هما الاثنين ومامتهم طلبوا طلب واحد من المسيح، وهو انه في مجده يبقى واحد عن يمينه والثاني عن شماله. كانوا فاكرينه ممكن يبقى ليه كرسي او رئاسه في العالم. فالسيد المسيح قال لهم اتستطيعان ان تشرب الكاس التي اشربه انا عن الام، وان تصطبغ بالصبغه التي اصطبغ بها انا عن دم الصليب، الصلب على الصليب والناس في الدم. وقالوا له ماذا؟ قال لهم حتى لو تقدروا، يعني ده مش بالبساطه دي، من حتى ممكن يقعد على اليمين والتاني يقعد على الشمال. مريم زوجة اللي هي زوجة مين؟ اللي هو ابو مرقس، اللي هو جه من القيروان من تونس.